ليلة القدر في رمضان، ورمضان شهر قمري، والشهر القمري يتداخل مع الشهر الشمسي، فرمضان يأتي في كانون الثاني، ويأتي في شباط، وفي آذار، وفي نيسان، وفي مايس، وفي حزيران، وفي تموز، وفي آب، وفي أيلول، وفي تشرين، وتشرين وكانون. يعني شهر رمضان على مدار 36 سنة يأتي في كل أشهر السنة، وعلى مدار الزمان كله ليلة القدر تأتي في كل يوم. يعني لا بد وأن أتت ليلة القدر في كل يوم من أيام العام. فهل القدسية في زمانها أم في مضمونها؟ إذا قلنا في زمانها، ليلة القدر جاءت في كل يوم من أيام العام، فقدسيتها لا في الزمن ولكن في المضمون. ماذا حصل فيها؟ ماذا حصل في هذه الليلة؟ هذا الذي يريده الله عز وجل. السؤال الثاني، لماذا قال الله عز وجل ليلة القدر؟ لما لم يقل نهار القدر؟ قال لأن الليل وقت مناسب للصادقين، للمخلصين، للمحبين، للعاشقين. المنافق يصلي في النهار ولكنه لن يقوم الليل، لا يقوم الليل إلا المحب، إلا من أحب الله، إلا من قام ليناجيه، إلا من قام ليقف بين يديه، إلا من قام ليتذلل على أعتابه، إلا من قام ليمرغ وجهه في الأرض حبا بالله عز وجل. فليلة القدر، الليل هو الوقت المناسب للطائعين، للمخلصين، للمحبين، للعاشقين. إذن في الليل يحدث هذا الاتصال، وفي هذا الاتصال يحصل هذا التقدير: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. الآن نحن، الله عز وجل يفرج الناس، يمتحن الناس، يفتنهم بمعنى يبتليهم، فهم ينقسمون إلى قسمين: قسم عرف الله، وقسم لا يزال به جاهلا. بمجرد أن تعصي الله عز وجل فأنت لا تعرفه، بمجرد أن تؤثر مخلوقا عليه فأنت لا تعرفه، بمجرد أن تؤثر مبلغا من المال على رضاه فأنت لا تعرفه، بمجرد أن تستهين بأمر من أوامره فأنت لا تعرفه، بمجرد أن تعصيه فأنت لا تعرفه. فالقدر أن تعرفه حق المعرفة. لذلك ربنا عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وجاهدوا في الله حق جهاده. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة القدر، كلمة ليل تعني أن الليلة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والقدر يعني معرفة الله عز وجل. يعني مثلا، هل عرفت ما عنده إذا أطعته؟ هل عرفت عقابه إذا عصيته؟ يعني إذا الإنسان مشى في الطريق فرأى امرأة سافرة، إذا نظر إليها ماذا تعني هذه النظرة؟ تعني أشياء كثيرة، تعني أنه يستهين بعقاب الله عز وجل. من ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمل جهنم. فإذا غض عن محارم الله ماذا يعني هذا الغض؟
يعني أنك تعرف ما أعد الله لك من ثواب ومن سعادة ومن أجر ومن نعيم مقيم إذا أنت غضبت عن النساء طرفك، هذا غض البصر فقط. إذا ترفعت عن المال الحرام ماذا يعني ذلك؟ يعني أنك تعرفه، فإذا أخذت المال ولم تبالي أكان حراما أم حلالا، العبرة أن تأكل المال، مشروع غير مشروع، بجوز ما بجوز، هذا كسب الآخرين أعتدي عليه، أنا أضع لهم عراقيل في معاملاتهم، أخيفهم حتى أبتز من أموالهم. من فعل ذلك فهو لا يعرف الله عز وجل إطلاقا. فالمشكلة أن الناس يحسبون من صام وصلى كان مؤمنا، مع أن الصيام والصلاة شيء إن كان الإنسان عاصيا لا يقدم ولا يؤخر، لا قيمة له. دعوة هذه السورة إلى أن تعرف الله، إلى أن تقدره. قال لك يا عبدي لو عبدتني 80 عاما ولم تعرفني ما أفادتك عبادتي، ولا رقت بك ولا سعدت بها، فإذا عرفتني لليلة واحدة لساعة واحدة كانت هذه المعرفة خيرا لك من كل العمر الذي أمضيته في العبادة الجوفاء. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بالقرآن الكريم في وما أدراك، في وما يدريك. إن قال الله وما أدراك فالله سوف يدريك، وإن قال الله وما يدريك لا أحد يدريك، لأن هذا من علم الله عز وجل. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذه بعلم الله لا أحد يعرفها ولا الأنبياء. لكن الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، الله سبحانه وتعالى سوف يدريك عن الحاقة. فهنا يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني هلأ الناس مقاييسهم، إذا الواحد عنده أرض وفتحوا أمامه شارع وكان أخذ متر بمئة ليرة صار المتر بمئة ألف، بيقول لك والله أخي بيته بالجنة، غني وما دري، سعد لولد ولده، يعني هكذا يقول. إذا كان في شايف بيت من 20 سنة واختلفوا أخوه عليه ما عادوا باعوه، بيقول لك غني وما دري. الناس بقدر الدنيا، بقدر المال، بقدر الجاه، بقدر المنصب، بقدر بيت فخم، بقدر بستان جميل، بقدر سيارة، لكنهم لو عرفوا الله عز وجل لعرفوا أن معرفة الله عز وجل تسعدهم إلى الأبد، وأن الدنيا سوف تنقطع إلى حين. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يعني أنا أتمنى على المؤمن أن يشمر ليعرف الله، فإذا شمر لمعرفة الله كفاه الله أمر دنياه، تأتيه دنياه وهي راغمة. فأن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبد دنياك علي لا تهتم لها، ما دمت تهتم بأن تعرفني فدنياك علي، علي دنياك، فتأتيك الدنيا وهي راغمة. قل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، أكن لك كما تريد. إذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. إن الله عز وجل يقول وما أدراك ما ليلة القدر، يعني لا أحد يعرف قيمتها، وسوف تعرف قيمتها يا محمد. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. تلاقي حياة الإنسان حافلة، فتح محل، كبر المحل، نقل المحل، غير نوع عمله، جاب بضاعة، باع، شحنها، صدرها، ترى، باع، حسب الناس،
بيقول لك هل كان لحتى بالآخير اشترى شقة بيت، بعد ما سكنه بشهر ونص جاء الأجل على باب صغير. شو استفاد بربكم؟ ماذا استفاد إذا إنسان ما عرف الله عز وجل؟ النبي الكريم هكذا قال، قال بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا ننتظر منها؟ طبعا المؤمن ينتظر كل خير. والله النبي الكريم يخاطب أهل الدنيا، أهل الدنيا الذين أعرضوا عن الله عز وجل، ماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أبهى وأمر؟ ما في شيء الدنيا. يأتي ملك الموت عندئذ يعض الظالم على يديه. يعني تصور أي عمل، ربنا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تصور إنسان لحتى اشترى أرض 5 سنوات، لطوبها 2، لأخذ رخصة بناء 2 ثانيات، لحتى لقى الإسمنت والحديد واتفق مع باطنجي وعمر بناية، كان يلبس بالأساسات 1 سنة، طلعوا طب أول بلاطة، طلع بالعضابات، اختار إسمنت من نوع خاص للعضاوب، طب البلاطة الثانية، الثالثة، الرابعة، مضى 1 سنة، بقى بالكسوة، بقى بالبناء، بالطيان، بالدهان، بالبلاط، بالأدوات الصحية، بالبياض، بالخشب، بالأبواب، بالكهرباء. بعد ما انتهيت اجت راكس هدمها كلياتها. ماذا يحدث له؟ إحباط منقطع النظير. 7 سنوات حتى رآها قائمة ثم تهدم أمام عينيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تاجر عمل مزرعة ضخمة، بنى بناء فخم، عمل مصنع، اخترع شيء ما أحد سبقه إليه، طور بآلة، سجل اختراع في الدولة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الموت ينهي هذه الحياة ومكاسب الحياة، ينهي الحياة ومكاسبها، لكنك إذا عرفت الله عز وجل تبدأ مكاسبك بعد الموت، تبدأ في أثناء الحياة ولكنها تتصاعد إلى ما بعد الموت تسعد بها. فلذلك وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لماذا هي خير؟ قال لأن الإنسان يسعد بها. طيب ما الذي يشقي الإنسان؟ الخوف، الخوف يشقيه. إذا قال الخائف حسبنا الله ونعم الوكيل، قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا قال الإنسان الذي أصابه غم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا قال العبد وقد شعر أن مؤامرة تحاك ضده وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فقال الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني إذا الإنسان خاف من المكر وفوض أمره لله عز وجل يقيه الله سيئات الماكرين، وإذا أصابه غم فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وإذا قال الإنسان وقد أصابه الخوف حسبي الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فإذا عرفت الله تعرف كيف تدعوه، وتعرف كيف تفوض أمرك له، وتعرف كيف تتوكل عليه،
وتعرف كيف تستسلم له، وتعرف كيف تطيعه، وتعرف كيف تناجيه. لذلك ليلة القدر خير من ألف شهر. أنت إذا عرفت الله صرت أقوى مخلوق في الأرض. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. يعني إذا واحد مع خالق الكون، أية قوة أخرى تخيفه؟ أية. إذا إنسان مع الإله، أي مخلوق قوي يخيفه؟ لا أحد. هذا معنى قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. يصيبك الخير العميم، تسعد في الدنيا والآخرة. لماذا؟ قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. يعني إذا قدرت الله اتصلت به، فإذا اتصلت به جاءتك الملائكة بتجليات الله عز وجل على قلبك، جاءتك الملائكة بتجليات الله فأسعدت، وجاءتك الملائكة بتوجيهات الله فسددتك، صرت مسددا راشدا، ما ترتكب خطيئة، ما تتورط، لا تقع في حماقة، لا تقع في غضب مفاجئ، لا تحلف طلاق من غير مبرر، لا تركن إلى إنسان غير موثوق فيه. في ملائكة تسدد عملك. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الآن بحاجة فلان إلى توجيه، مقدم على صفقة، هذه الصفقة غير رابحة، لك ضيقت، ملائكة ضيقوا عليك. مقدم على شيء في خير، انشرح صدري. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني أنت إذا عرفت الله وقدرته حق قدره أمدك الله بالملائكة فسددوك وأسعدوك ووجهوك وحذروك وأمروك ونهوك. إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من قلبه، إذا أحب الله عبدا عاتبه في منامه، إذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة. فهي معنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى أن تصبح حياتك سلام، سلام في سلام، لا قلق، لا هم، لا حزن، لا خوف، لا توقع مصيبة، لا مرض، لا يأس، لا قنوط، سلام. يعني العلماء قالوا إن أشد الأمراض فكا في النفس هو الخوف. ولما الإنسان يكفر بالله عز وجل أول عقاب يناله من الله أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبه الرعب، خائف من سرطان، مجموعة زعر، قلق، يأس، قنوط. إذا أصابه الخوف يكاد ينسحب. لذلك ربنا عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اعرفه واتصل به، وعندئذ قد تقول كأنني إنسان آخر غير هؤلاء البشر، إنني لا أخاف مما يخافون ولا أخشى ما يخشون ولا أقلق لما يقلقون. هيك ربنا عز وجل قال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إذن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. هي من كل أمر. أن كنت تاجر بوفقك تختار أحسن الصفقات وأربح الصفقات، والله عز وجل يصرف عنك الصفقات الخاسرة. وإن كنت مزارع الله عز وجل يصرف عنك الصقيع، صقيع واحد
يروح الموسم كله، يصرفه عن من يشاء ويصرف به من يشاء. إن كنت موظف الله عز وجل بنعمك السداد والرشاد بتنتفع إعجاب رؤسائك ولك سمعة طيبة وفي خدمة الناس، ويبارك الله لك في دخلك على قلته. يعني في أي عمل كن ما دام الله معك لا تخاف أحدا، سلام حياتك سلام. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، يعني إذا الله عز وجل تجلى عليك باسم السلام يصير في عندك طمأنينة. والله الذي لا إله إلا هو لو وزعت على 6,000,000,000,000 إنسان لاطمأنوا ولا ما خافوا. يعني موضوع القلق من العصر، كل بلد وكل مكان وكل مجتمع في أشياء مقلقة له. بيقول لك في بعض الدول الأجنبية الخوف من مرض جنسي اسمه هيربيز أصاب الناس بالذعر، جعلهم في ذعر مستمر. الخوف من تشمع الكبد، من السرطان، من أمراض القلب، جعلهم أشقياء. أما ربنا عز وجل سلام هي حياة هذا الإنسان في سلام، سلام في سلام، ينام مطمئنا. المؤمن ما يحتاج إلى حبوب منومة، أهل الدنيا يأخذون هذه الحبوب بكميات كبيرة يدمنون عليها لأن القلق يأكل قلوبهم. سلام هي حتى مطلع الفجر، بعضهم قال حتى نهاية الحياة، فأن يوم القيامة فجر جديد يظهر الحق جليلا واضحا. فإذا عرفت الله عز وجل وقدرته حق قدره فأنت في سلام وفي بحبوحة وفي يسر وفي أمن وفي طمأنينة. بل إذا ذهبت إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام لماذا تحس بالسعادة؟ تفسير علمي، لأن أسعد نفس على وجه الأرض منذ الأزل وحتى قيام الساعة هو سيدنا رسول الله. فإذا اقتربت منه أو ذكرت اسمه أو ناجيته أو خاطبته أو اقتربت من المدينة المنورة تحس بسرور. هذا نوع من تجلي الله عز وجل. إذا كنت مع الله أسعدك الله وسعد من كان معك ومن حادثك ومن احتك بك ومن عاملك ومن سافر معك ومن جلس معك. وما أقبل عبد على الله عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنين تنساق إليه بالمودة والرحمة، وكان الله له بكل خير أسرع. يعني هذه السور القصيرة شأنها خطير، فأن الله سبحانه وتعالى يدعوك إلى أن تكون أسعد أهل زمانك أسعد الناس. يجب أن تقول هذه الكلمة التي طالما أقولها، إنني أسعد الناس إلا أن يكون أحد أتقى مني فهو أسعد مني. يجب أن ترى أهل الدنيا أشقياء خاسرون ضائعون خائبون فاردون تائهون ضالون. ويجب أن ترى نفسك مهما تكن من أصحاب الدخل المحدود، من أصحاب الدخل غير المحدود، من الأزواج الناجحين، من الأزواج غير الناجحين، مهما تكن حياتك الدنيا يجب أن تقول أنا أسعد الناس، لأنك عرفت الله عز وجل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1,000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الطبيب إذا كان مع الله عز وجل الله يرهمه التشخيص الصحيح والدواء الصحيح. وكل حرفة من الحرف إن كان صاحبها مع الله عز وجل تنزلت الملائكة وألهمته الصواب والرشاد والصداد.
في القرآن آيات لما تؤول بعد، فيه قوانين الحياة، فيه مفتاح السعادة، فيه مفتاح الطمأنينة، فيه مفتاح الإقبال على الله عز وجل. فلذلك هذه السورة على صغرها وعلى أجازها وعلى أنها ثلاثة أسطر، لكن يجب أن تعرفها. إذا عرفتها نقلتك من العبادة إلى العلم. إن صرت عالما عندئذ كما قال الإمام علي كرم الله وجهه: العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، كما قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا بعض صحابته، قال له النبي الكريم: يا ربيعة سلني حاجته، سلني حاجته. فقال: أمهلني يا رسول الله. سؤال كبير، فرصة ذهبية لا تعوض، أمهلني، أبحث عن شيء ثمين أسألك إياه. بعد يومين قال له: يا ربيعة ماذا حصل معك؟ قال له: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون رفيقك في الجنة. غير هذا. قال: من علمك هذا؟ قال: والله ما أحد، ولكنني نظرت إلى الدنيا فرأيتها فانية، وإلى الآخرة فرأيتها باقية. فقال له النبي كلمة صلى الله عليه وسلم، قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يعني واحد ملك قال لابنه: طلبت منا، قال له: بدي يكون مدير الجامعة. هذا طلب ليس في يدي، هذا يحتاج إلى دكتوراه. أعني على أن أعطيك هذا المنصب بالدراسة، اطلب من الله أن تكون مع النبي الكريم. طلب سهل، بيقدر جندي مجنب يقعد مع هيئة أركان حرب؟ لو سمحوا له بيستحي بحاله، ما بيقدر. بيتمكن ممرض يقعد مع رؤساء الأطباء، أطباء القلب؟ ما بيقدر، بيخجل بحاله. بيقدر موظف على الآلة كافي يقعد مع مجلس الوزراء؟ ما بيقدر. مستويات الحياة. وأنت أيها المؤمن لو قلت: يا رب اجعلني رفيق النبي في الجنة، ولم تكن على خطه وعلى طريقه، فهذا دعاء لا يقبل. أعني على نفسك بكثرة السجود. لو أنك ترى ما عند الله من خير وتخشى ما عنده من عقوبات لما فرطت بمجلس علم واحد. بيقول لك: والله أنا عمري حضرت 30 سنة مجالس علم ما غبت عن واحد. والله شيء حلو، دليل اهتمام وصدق. فلذلك هي الآية، آية اليوم، سورة اليوم القدر، هذه سورة عظيمة. يعني أرجو الله أن تكون في قلوبكم، أن فهمها سهل. والحمد لله رب العالمين.